لما حد يتكلم في الإعلام ويقول لي كرتونة البيت زادت 10 جنيه، أنت بتساعد في المسار، ده معناه أنا رافض الفكرة؟ لا أبدا، بس الأدبيات اللي أنتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعة، قد لا تتوافق مع واقعنا. احنا محتاجين حشد للاتجاه. هقول لكم حاجة، اتقال ايه على تشجيع الاستثمار الأجنبي؟ طب أنا لكل اللي بيسمعوني بما فيهم رجال الأعمال المصريين، لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصة، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، أنت بتدي بيئة جاذبة ولا بيئة طاردة؟ لما تيجي تقول ايه لا لا ده احنا مش مفيش فرصة، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، ده انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا؟ الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يمكن يكون ملوش علاقة خالص بفكرة التشخيص وايضا التوصيات اللي اتحطت، لكن هي دي كانت عبارة عن الملاحظات اللي انا شفتها كمواطن مصري او لقاء مع المستثمرين في فترة الترشح. فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجابه الاثار اللي نجمت عن الحالة اللي افرزتها حالة الثورة في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع، وخفت قوي ان هو الانطباع ده عندهم، ان انا جاي يا دكتور، جاي اخد مال الناس، ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا. لا طبعا، لكن لازم نشوف المسار اللي مشيت بيه الدوله خلال ال 30 سنه ونشوف النتائج وايه، والا هنبقى نفضل احنا زي ما احنا كده. في جزء كبير جدا من اللي اتعمل، الناس النهارده يكلمني على طريق وكوبري، كوبري ايه ده؟ ما فيش حاجه فيك يا مصر، هو حد يزعم الكلمه اللي هقولها لكم كلكم، كانت واقفه على حيلها والله العظيم. عايزين تعرفوا مصر عامله ازاي؟ روح حديقه الحيوان. يعني ايه؟ شوفوا حجم التردي، حجم ايه؟ شوفوا حجم المنشآت، شوفوا حجم السلبيات، شوفوا حجم التعب اللي بتتعمل. انا قلت المسارات المتوازيه في الحلول. حد قال لي ما تاخد الحديقه تعملها، قلت له لا، انا اعمل 10 حدائق وما اعملش حديقه الحيوان بالطريقه دي. ده بتخش على الحديقه من هنا تلاقي كل الناس بتتكلم حديقه الحيوان والخضره اللي موجوده فيها والاسود الجميله. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده ده ده؟ أنطونيادس في اسكندريه، ايه اللي فيها نباتات نادره؟ طب روح شوفها بس. روح شوفه. اخش على المنتزه يقول لك لا الناس اللي قاعده هناك احنا بقى لنا 25 سنه. ما يصحش كده، ما يصحش كده. ما يصحش كده. يعني انا بقول الكلام ده ملوش علاقه كتير بالمؤتمر، لكن دي البيئه اللي انا بتكلم عليها. البيئه اللي هي احنا بنفكر في حياتنا ازاي؟ واحنا بنتكلم وبنساعد بلدنا ازاي؟ انا قلت كلام كتير. يعني الحكومه بتقوم بجهد جبار كلها بصراحه، لكن اي موضوع عايز اخلصه، اي موضوع عايز اخلصه يا محمد يا زكي، بقول ايه؟ بقول يا محمد يعمل ايه؟ يعمله بس، خلص كلمه. اتفضل يا محمد. انا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان انا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن انا بقول كده عشان بسجل ليك وللتاريخ اللي الجيش عمله. من امتى؟ من بعد ما خد طعنه نجلاء في 67، وعى الدرس والعوز والحوجه اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من اسباب جوله لفنانين عظام يروحوا يعملوا كده عشان يجيبوا دعم ليه في حربه المقدسه.
قلنا لا يمكن ابدا. دي دروس بنتعلم ان الجيش يبقى كده تاني. طب يبقى الامن القومي المصري متعلق في رقبته؟ ايوه، زي ما حصل في 2013 و2011. طب يبقى متعلق في رقبته في انه يكمل ويبقى يدعم ما امكن؟ ايوه. ده دور يعمله؟ ايوه.